عمركم ما تشمتوا في شي واحد، تشوهت جسمانيا، تشوهت جنسيا، تشوهت جسديا، تشوهت شنو كاين، انني دمروا لي حياتي اون كيلكو سورت. وكنتمنى تكون تشوفني دنيا ولا وراه هي ودايره وفعله وهي سبابك. ومازال لحد الان كنتحارب، حيت قلت انا اول انسان تضرر، كيش واحد تضرر من الحساب المزعوم قدي. باش نقول لك راه عندي دواساك، كون بغيت نشوه كنقول سميتك دابا بالشوهه. رايك فيما حصل دنيا باطمه الله يخرجها من عقيب الدنيا بلا عيب، وربي يكون معاها، ربي يكون معاها، ربي يكون معاها. هادشي اللي غادي نقول لكم، ربي يكون معاها. ونقول لكم واحد القضيه مهمه، نصيحه من خوكم، عمركم ما تشمتوا في شي واحد، عمركم ما تشمتوا في شي واحد، جامي ماي. الدنيا دواره، كنقولها لكم كنعاودها لكم، الدنيا دواره، ما تشمتوا في حتى شي واحد. واللي كتعيب شي ولده ولا كتعيب شي بنته ولا اللي كتقول شي على ولاد كي دايرين وشي على شوها كي داير وشي على شي، كيخرج لها ربي الشماته في ولادها، ولا ما خرجهمش لها في ولادها كيخرجوا منها في راجلها، ولا ما خرجهمش راجلها كيخرج لهم فيها. الدنيا دواره، هذه ما عندها حتى علاقه لا بطب ولا بجنو سي با كوا، الدنيا دواره. اللي شاف شي حاجه يقول الله يلطف، الله يدير بينا الخير، ما نبداو نحطوه من الشخص حتى يوقف وسط واللي جاي يطل نونضا. ما تشمتوش لا في الظالم ولا في المظلوم، كنقولها وكنعاودها، ما تشمتو لا في الظالم لا في المظلوم. رجعوا للور وتفرجوا، ولا زيدوا للقدام، اسمحوا لي جو روتير، ما ترجعوش للور، زيدوا للقدام. ملي تشوفوا شي واحد دار شي حاجه خايبه سورتو فيكم، زيدوا للقدام، ما ترجعوش للور، زيدوا للقدام وخليكم تتفرجوا شنو غادي يوقع بلا ما تدوروا للور، وغتشوفوا شنو كاين. الدنيا دواره اخوت. من كان يقول الحمله الشنيعه اللي درت عليا في 2018، انا كنقولها وكنعاودها في اللايفات كاملين، لحقاش انسان عادي كان ممكن يكون تحت الارض في المقابر، لان تشوهت جسمانيا، تشوهت جنسيا، تشوهت جسديا، تشوهت عمليا، تشككت في عملي، تشكك في عملي، ومازال لحد الان كندفع الثمن ديال التشكيك ديال عملي، الثمن حد الان في التشكيك في عملي مازال كندفعو الان في 2024. فين ما حطيت براس كنلقى راسي بان دخلوا لي فيها السوسه، مرض شربت اونتي ديبريسور غزت، وليني حسبت امري لله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وزدت القدام، وزدت القدام، زدت القدام، ماشي في الشماته، زدت القدام ماشي في التشويه ديال الدوسه، باسكو اسهل حاجه هي انك تشوه انسان، اسهل حاجه، اسهل حاجه تهاكي التليفون واخا يكون بعيد عليا ب 60000 كيلومتر، بالنمره التليفون يمكن لي نهاكيه، والحمد لله على معارفي. وكان الناس كيجيو عندي وكيقولوها لي، كيعطوني بروبوزيسيون دوك صماد نهاكيو لك فلان فلان ونجبدو لك، ماشي لحقاش كنشكر في راسي، لا، لأن كما تدين تدان، كما تدين تدان. ديروا هادي ما في بالكم، تشوهت على جميع الأصعدة، خدمتي مصداقيتي وشككوني فيها، حتى أنا سيغتامون بديت نقول ويلي واش أنا بصح طبيب ولا ماشي طبيب، واش بصح قريت في الفاكولتي ديال الميديسين ولا ما قريتش في الفاكولتي ديال كنت حل الكابيني 5 سنين وتيقولوا لي انا ما قاريش انا ما طبيبش عمري ما دخلت الكليه الطب وعمري ما بديت انا شو دخلوا بنادم كيدخلوا فيك الوسواس لداخل دو تيل سورت على انك تولي بمجرد على ان الشعب كامل كيلغط بشي حوايج ليا ماشي هي هذيك حتى تولي كتقول مع راساتك ياك ما عندهم الصح وانا كذبت، ياك ما عندهم الصح وانا كذبت. يعني كنوصف لكم الدرجه ديال التشكيك اللي وصلت ليها على انني ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انني ضعت. شتي شنو هي ضعت؟ ضعت، ضعت، ولاني زدنا القدام. كنقولها وكنعاودها، مشيت لكليه الطب الاولى ورفضوني، مشيت لكليه الطب ماشي رفضوني بمجرد انني ترفض، لان ما كاينش بلاصه،
حنا كاسترانييري والناس اللي كيشوفوني من الطاليان غادي يفهموا هضرتي. الدبلومات ديالنا ما معترفاش، واخا تكون عندك ماشي ما فوق الدكتوره ما معترفينش بها، ما سدات مدام ما معترفينك بتا شي حاجه. دفعت دوسيه لوزاره الصحه، دفعت دوسيه، عطاوني واحد البلاصه سميتها ميسينا، الناس ديال الطاليان غيعرفوا فين جات ميسينا. هي ملي كتشوفوا داك الطالون ديال ايطاليا، هي الراس ديال الطالون. انا بغيت نعرف بالضبط شنو سببك، من بعد نقول لكم شكون سببي. هي الراس ديال الطالون ديال ايطاليا، وكنت غادي نهبط لميسينا واخا ما عندي ما ندير فيها. لحقاش داكشي اللي خرج لي في زهري في الكليه اللي غادي تعطيني ليكيفالونس اللي خصني ندوسيها امتحانات. سبابي واحد جاتو غيره، شنو ربحو؟ اه ربحو شوهوني، ربحو مرضوني، ربحو شربوني لي زونتي ديبريسور، ربحو انني شربت، ربحو بزاف الحوايج. ما نقولكش ما ربحوش، تعرفو كيربحو. يمكن يقول 6 سنين ما نشوفش بلادي، انا 6 سنين ما شفتش بلادي، 6 سنين ما شفتش بلادي. عرفتي شنو هي ما تشوفش بلادك 6 سنين؟ ومرغم شنو كاين انني دمروا لي حياتي اون كلكو سورت. وليني لا، واخا دمرتي لي حياتي غنزيد القدام نبقى معاك عرق بعرق. شي شنو عرق بعرق؟ عرق بعرق، وما ندمرش ما نزيدش. تباطيني نعاود نطلع لك من بلاصه اخرى. وكنتمنى تكون تشوفني دنيا، ما تطيحيش تخليك صامده. وانا كنقول لك بزاف تيقولوا لي لا ولا وراه هي ودايره وفعله وهي سبابك. انا ما بيني وبين دنيا غير الخير، انا كنقولها وكنعاود دائما، دنيا ما تطيحيش، زيدي القدام وغنزيدوا القدام. وكنقول لكم هذه المساله هذه ماشي لحقاش انا مشهور ولا لحقاش قريت ولا لحقاش فعلت ولا لحقاش درت ولا لحقاش فعلت. هي يعني الصدمات والازمات في الحياه والزلازل، ماشي تقاز الاخوان، الزلازل، الزلازل هي اللي صمدتني اكثر من انني عبد للصمد لوحيد القهار. اصبحت صامدا، كشي علاش كتعجبني سميتي صمد، انا لست بالصمد، ان الصمد هو الله، انا صامد امام قدرتي الصامد بالالف واللام. وهنا كنهضر مع اصحاب العقول النيره اللي كتفهم الوقت، ما كنهضرش مع اصحاب اللي كيقول لك صمد هو الله، لا، الله سبحانه وتعالى هو الصمد، انا ما الا صمد، هو صامد امام الحياه. لحقاش ماشي القرايه وهادو اللي من مورايا هما اللي علموني نزيد للقدام، لا، الزلازل في الحياه، الزلازل في حياتي اللي كتزيدكم للقدام. بكيو يا ما بكيت، ومازال لحد الان كنتحارب، لحد الان فقدت كل شيء، فقدت داري اللي كانت من اجمل المنتجعات اللي كانت في المغرب، فقدت طوموبيلتي، كنت نتمشى في جاكوار في المغرب، حتى وليت نتمشى في المترو. انسان اللي خفيف دماغو حماقيت، كنت هنا وليت هنا، انا اللي درت الجاكوار، وانا اللي درت الدار في الجولف، وانا اللي درت دوك صامد. انا ماشي شي واحد اخر، انا. فبالتالي لو كنت انا اللي درت هادشي كامل، كيفاش ليا على انني نتحطم؟ لانني انا اللي درته. وانا كنقول لكم كنوصل الحضيض الى الحضيض، ناكل في الزنقه. وما نطيحش. اللي كيقول لك غادي ندير لكم فعل لكم ترك لك وغادي نمشي ندمرك ايتترا، ندمر كيف بغيتي. شنو انت اللي تهم وتدمرتيني، غادي ندمرك اكثر. لحقاش من كتوصل انك تتوصل لواحد الحاجه اللي هي بيان سور كاين اكثر، لان الجرم ساهل، الخيوبه سهله، الانتقام اسهل شيء ممكن ديرو، الانتقام اسهل شيء
ممكن يديروا الانسان. يعني الناس بزاف اللي كيساندوا دنيا باطمه او كيساندوا غيرها، كنقول لكم جوج النصائح: ما تشمتوش اولا، وثانيا دنيا انسانه قويه، وانسانه اللي يمكن لها تزيد للقدام. بعد المرات كثرت مش المحنه، العطف كتقتل قوة الإنسان. ما كنكونوش محتاجين على أننا يتعطف علينا، محتاجين على أننا يتنوروا عينينا ويزيد طريقنا للقدام. ما محتاجينش على أننا العطف، محتاجين نزيدوا القدام. ولك أنا أول إنسان تضرر، كيش واحد تضرر من الحساب المزعوم قدي، ما كاينش. انا كنقولها لكم وكنعاودها لكم، ما كاينش شي واحد تضرر من الحساب قدي. حساب صورني عريان، حتى شنو تكون عريان، شرفك تقاس. حساب شكك في مصداقيتي العمليه، واحد الكلبه هذه خلاص، هذه بلا، هذه ان شاء الله، هذه باغ كونتر انا مازال تنتسناها ان شاء الله. وانا كنتسناك الكلبه اللي عندك الكابينيت ام الربيع، الحمد لله على لي كونغري انترناسيونال ديال لا ميديسين استيتيك. انا كنتسناك وكنتسنى وجهي يجي مع وجهك وغتفرجي مزيان، لحقاش السن بالسن والبديع اظلم. هذه وحده سيدي، واحد الطبيبه تركت الكباريات، كنت مصاحبه مع واحد مول الكباري في لاكوت. باش نقول لك راه عندي دواساك، كون بغيت نشوه كنقول سميتك دابا بالشوها، ساعه لا حسابي معاك وغادي ندير حسابي انا وياك ديريكت. الا حلمتي براسك في ان كونغري انترناسيونال ديال لا ميديسين استيتيك، الطبيبه ديال شارع ام الربيع ديال الدار البيضاء، هاي هذيك الساعه تشوفي المكانسه الصحاح. هاد الشيء به الطبيبه الخانزه، كاين واحد الشركه كدير الفيلر، عيطوا ليا على اساس انني ندير لهم محاضره. سيري انتي عند الشركه ديال مول الفيلر، وين ما لقيتوش شكون اللي يجيبو ديروا محاضره غير هذاك، هذاك راه ماشي طبيب وما فاهمش وما تعرفش وما مزمرش. جات عندي المديره الشركه، جات عاودت لي كل شيء. شنو ربحتي انتي الطبيبه ديال شارع ام الربيع، الشياطه ديال الكباري المعروف اللي كاين في لاكوت، اللي مولاه دلك حشا سمينها بالمناخر ورماك القشره ديال المناخر الخانزه؟ شنو ربحتي ملي مشيتي درتي هذيك زعما؟ مشيتي تخسري السمعه ديالي دوليا، تخسري سمعتي دوليا؟ انا ما محتاجش لشي واحد يتخسر له السمعه ديالي دوليا، لحقاش هو اللي خدام. انا دراعي هو اللي خدام عليا. انا حتى مشوار عمرو ما شراه لي شي واحد. انا متمشيش نتلصق في الكباريات في النهار طبيب وفي الليل في الكباريات تندور باش يجي شي واحد يخلص عليا، او يجي شي واحد يصبغ ليا الكابيني باللون الاخضر الفستقي، كابيني الخانز. سيري تعلمي ديري غير لي فيل، عاد اجي هضري معايا بلاتي حق فكرتيني حتى مع لي فيل، غادي نوريك ان شاء الله شنو غادي ندير لك معاهم. عاد اجي هضري معايا، ميشونستي غراتويت. لنفرض ان واحد الانسان غلط مره، لنفرض بغيت نبدا حياتي حياة اللي هي طبيعية وحياة مستقيمة، لين فريد ليها هذا الإنسان دوز الحبس وخرج بغيت أنتقرا في وسط مجتمع، ما تخليوش يتأنتقرا في وسط مجتمع ويجبد فليساته بعرق كتافه. لا، خصك ديما تتبعيه بالماضي اللي كاين. لا، ما تخليوش الإنسان لين فريد هاد الدوكسا ما دار اونيغور في حياته، لينفريد ما تخليش يبدا بداية جديدة، ما تخليش يبدا بعرق كتافه ويخدم وينبر كيف ما كيدير حتى لهاد الوقيته هادي و11 دليل وانا مازال هنا. لا، ما تخليش، ضروري نمشيو نديرو له السوسه. يولا بقات فيك الزعره ديال الواد، الزعره ديال الاكسجين، هاي ما ولدت فيا الشرقاويه غير خلا. اي بلاتي، ها لي مكاسب باريس جاي، ها موناكو جايين، بغيت نتلاقى بوجهك وليني غنقلب عليك. انا ما سببيش دنيا باطمه.
سبابي جوج د الاطباء، سبابي واحد هربان، سبابي وحدين راه كانوا في الحبس وخرجوا، وسبابي اللي كانوا ضايرين بيا هما اللي صفطرهم بزاف د الحوايج ديالي. علاش انا نظلم واحد الانسان؟ لا نظلم لا دنيا ولا ابتسام، ما داروا لي حتى شي حاجه هاد جوج الناس. نكذب؟ اللي دار لي مازال غنتفرج فيه، ومنين غادي نجي النهار وغادي ندير لكم انا لايف ونقول لكم شكون بالاسامي غادي تبقاو حالين فمكم. نكذب ما نكذبش، ما بقات ثقه دكتور، فعلا ما بقات ثقه. شنو نقول لكم باش بدينا هذا اللايف؟ هذا بدينا بالوحدانيه. واش من تكون جالس مع واحد الانسان وانت خايف على تليفونك، تكون جالس مع واحد الانسان وانت خايف على صاكك شنو تقلب فيه، تكون جالس مع واحد الانسان اللي كتعتبره في عقر دارك وخوك وبزاف و بزاف الحوايج، بقات شي ثقه. اللهم اخويا نحدا جنابي نقص في راسي ان شاء الله، ونحدا جنابي ونعبر شبر ونقص فوق، وانا بخير وعلى خير. شتي المعيور انا اللي كان كيضرني، المعيور ديال المعيور الخايب. جونغ وحده وعرفتها كانت في الحبس راه خرجت وماشي ابتسام، تصيفط لي واحد النهار ميساج تتقول لي ما نسامحكش ولاني ما نشوفكش، يعني ما نسامحكش ولاني ما نحقدش عليك. مي تقول لي نسامحك خرجتي لي على حياتي، عمري ما نقولك نسامحك. علاش؟ ما يمكنش. حقش دي ماشي كلمه ولا جوج، خويتو بنادم بلاد، خويتو بلاد البنادم، شتتو بنادم على كل شيء، وتقول لي نسامح؟ كاين اللي كيتسامح وكاين اللي ما كيتسامح. انا ضد واحد الحاجه اللي تقول لك وسامح باش ترتاح، لا ما يمكنش نسامح باش نرتاح. شنو نسامح؟ ما يمكنش. ولاني اللي وقف لامكم في الحلق وفي الركابي بحالي ما كنرجعش للور، انما عندي ما نخسر والو. ما بقى عندي دار، ما بقى عندي طوموبيل، ما بقى عندي دان، ما بقى عندي فدان، ما عندي دهم، ما عندي الويز. عندي الزين، عندي الحمام دايرو في دارو، وعندي ليو ديالي فين ما مشيتو يدي معايا. هالو ياك حبيبتي، هالو. عندي الزين، عندي الحمار دايرو في دارو، عندي التحاشة، عندي ما نخسر. البلاد اللي مشيتها نبدا فيها من جديد، والحمد لله فين ما مشيت غندير بلاصتي، واخا تكون في عمري 70 عام. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.